مرحبا بك معنا، قدم لنا راسك. شكرا شكرا استضافة القناة ديالكم. انا محوك تبوم ولقب شبيه الفنان الدوزي. ياك واش بصح كتشوف راسك شبيه الدوزي؟ دابا انا كنشبه، ولكن الكاشوش فين كاين المشكل دابا؟ دابا هو نورمالمون انا كنشبه، حيت دابا هو الدوزي كيغني واحد الصوت رقيق، انا الدوزي غليظ، فهمتي الصوت غليظ، فهمتي غير الكاشوش فين كاين المشكل. شحال من درت الفلوس غادي نمشي لتركيا ونحيد حتى الكاشوش ونولي بحال الدوزي، بحال الفنان الدوزي تانا. تقدر تغني لنا؟ سولت عليك الموجة. لا ما تغنيش، غسكت. لا غير بغيت نسمعك، عاوتاني دوزي بواحد الطريقة أخرى، حيت أنا الشبيه ديالو في الصوت غليظ. الصوت غليظ، ما شاء الله ما شاء الله. شنو الجديد الفني؟ إيوا راه خدنا في واحد الكاسيطة، غتكون هي جوج ديال السينتات، واحد الجديد زوين يكون فرقع وشي دي في دي هو هذاك. ياك، وما كتشوفش بأن زمان الكاسيط سالا؟ ما كتخدمش مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله ما فهمتك العزيز شنو قلتي معايا. الإنترنت. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيكم. انا الصراحه فرحان نكون معكم في هذه القناه هذه ديالكم. والله يرحم والدي، الحاله ضعيفه، الظروف راه واكلينا. الله يرحم والدي وما عاونونا. لا 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 ما جبناكش الساعه، ما جبناكش الساعه باش كتحسوا انت في البلاصه صبحتي مشهور. ايوا قلبت على صحابي، بقيت كنجاوب صحابي، كنتلاقاهم في الزنقه، كنميك عليهم في الفيسبوك، كنجاوب غير البنات، ما كنجاوبش الدراري. بدلت المشيه، بقيت كنحمل حتى واحد، وليت متكبر ما نسواش. الانترنت. سمع انت نقول لك، راك غادي تجيب لي دوك الفلوس اللي كيخليك. الله يرحم لك الوالد. ولا راك اسمعني اسمعني، يدوزوا لي غير فلوسي من وانا كتبيت انا معاك، عرفتي دابا خصني نقول الماتش مع الماتش وخصني نربح في الماتش، شنو نردك فلوس؟ ما كان تعب انا، شنو وانا كتبيت؟ فاش يربحوا الماتش وشكون ضمن لي انا؟ غير ربح الماتش ديما كنلعب تما. صافي يدوزوا فلوسي هنا في وانا كتبيت انا معاك، صافي؟ اش غاتبزيهم دابا كاع؟ دابا غاتبزيهم. بزي. ما عطيكش غير 100. هي 16 كاع نهضر غلط. الانترنت. كيفاش تتشهرتي؟ صاحبي راه شفتو الفيديو واقيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي، كنت كنلعب مع صاحبي، ضرب لي واحد التصفيقه ودارت لي بوز ديك التصفيقه. ولما كتوجه الشكر ديالك؟ التصفيقه صاحبي شكرا بزاف، وبقات تصفق لي فوق ما تلاقاني سمك. وسمعنا انك كتحب واحد السيده. دابا كانت شمولة دابا. لا ما تحشمش ما تحشمش ما تحشمش. لا لا الانترنت. سمعنا بلي عندك علاقه مع الفنان سعد المجرد. اي عشيري هذاك، زوجنا العشير، دينا له البيفر في الغومبا، وقفنا باغي على الزياره. الله يكمل عليه بالخير. صافي واش بصح فكرتي في الانتحار؟ لا لا ما تبكيش، جيبوا الماء جيبوا الماء جيبوا الماء جيبوا بونس. لا ما فكرتش صراحه، ما فكرتش. الانترنت. ما كتفكرش انك تعتزل؟ لا ما يمكنش، حيت دابا انا شبيه الدوزي، كيموتوا عليا البنات. ودابا شنو كيطرا؟ دابا البنات كانوا كيكونوا كيبغيو هما الدوزي، الدوزي ما كيوصلولوش، كيجيو عندي انا كناخذ الشيطه، الشيطه ديالي، فهمتي كيفاش؟ كندخل ديك اللعبه راه كنصعقنا، ديك اللعبه راه كنعرف الدوزي صاحبي، طق طق احنا عايشين. ياك. ما يمكنش لها صغير مرضو مساكن يقنطو. وتقدر تعاودنا على الطفوله ديالك؟ الطفوله ديالي كانت حافزه، الطفوله ديالي كانت عامره بزاف ديال الاحداث، كنت كنبيع الحديد بعد لا ماريو بعد اللوايه، وكنت كنغني في نفس الوقت ولينا شبيه الدوزي صافي. سمعنا بلي عندك عداوات مع فنانين. بصح بصح، واحد الفنان واحد لا داعي لك الاسماء. دابا حنا في القناه ديالكم ما جاتش، كنا ضربنا في واحد الحانه اخبار، ضربنا تما وتحالى مع الباتري، تحالى مع مول الدربوكه دوروني دار المضاد تبعتو كذا. المهم عداوات فنيه وصافي، عداوات ثلاث بالحبس، شي تشد شي مشى، المهم عداوات فنيه وصافي، هادشي اللي كاين.